شباب، انا ربما هنا الفكره قبل ما نروح لفكره الشباب وكما قلت انت الامكانيات البشريه والتقنيه المتوفره. السؤال لك سيدتي سوريا انه نتحدث عن لوحات للموروث الجزائري، هذا الموروث المادي واللامادي اللي مؤخرا اكثر الحديث عليه، خاصه ربما بعد السطو اللي تعرضنا ليه يعني في الكثير من المناسبات او اللباس التقليدي. ايضا هذه المناسبة هي أيضا فرصة، 22 دولة عربية مشاركة، أكيد فرصة لربما أنه نمد رسائل كثيرة ثقافيا وفنيا، كما يقول فيصل دائما سوفت باور، يعني هذه القوة الناعمة وقتها. تفضلت. هذا يعني نقطة مهمة، كما قلت القوة الثقافة هي القوة الناعمة، وخاصة في الحدث هذا المهم جدا. نشوف الجزائر يعني بلد تحديات، يعني بعد هو امتداد هذا العمل للألعاب البحر الأبيض المتوسط والكأس الإفريقية المحليين. يعني نشوف الجزائر هذا سنتين ناهي بقوة، يعني حتى من قبل عندنا موروث ثقافي ثري، هو صح رياضي ولكن سيكون يعني ترويج للثقافة الجزائرية، وخاصة 5 جويلية هي الحفل، يعني العرس الكبير لعيد الاستقلال وعيد الشباب، وحين نشوفوا الشباب من الجانب الفني في المشاركة بقوة إن شاء الله، وتكون باش نعطوا كل الجوانب الثقافية من المعالم التاريخية، كذلك الموروث الثقافي في المنتوجات التقليدية، وكذلك الأغاني واللباس، وإن شاء الله تكون، وخاصة المدن المشاركة كما يعني مش غير راح يكون في الحفل في الجزائر العاصمة، كما حين نشوفوا وهران، قسنطين، عندنا باتي بازا، وهذا بيسوغ مع كل المدن حتكون مشاركه بمنتوجها، يعني هو وطني بحد ذاته. دونك نشوفوا اون فغي موزايك يعني حتكون في هذه القوه ان شاء الله، والهدف هو مع الدول العربيه جمع الشمل والتقارب الثقافي للشعوب العربيه ان شاء الله.